دونك الاخ الثالث شكون هو؟ دابا هضرنا على يونس مجاهد، هضرنا على محمد الخباشي، وانا عاود كنعاود نقول لكم انا ما جيتش تخيرت هاد الناس هيدو صافي وجيت باش نهضر عليهم. لا 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 لا، انتم غتفهموا علاش انا شديت يونس مجاهد، محمد الخباشي، وهذا الاخ اللي غنتكلموا عليه دابا. شكون هو هذا السيد؟ هذا هو سعيد ادى حسن. سعيد ادى حسن كيقول هو صحفي في لاماب، هو كان مسؤول ديال المكتب، مدير ديال المكتب، هادشي عنده في لابيوغرافي ديالو، ديال لاماب في مدريد. هو دابا مدير، مؤسس ومدير ديال واحد الموقع سميتو اندلس بريس. سعيد ادى حسن هو عضو في ديك نقابة وطنية للصحافة المغربية اس ان بي ام. انا قلت لكم ما كتدخل لي شي فرنسية التسمية، اسمحوا لي، انا كنقول لكم انا عندي ما عنديش المفردات اللي عندكم نتوما، ما كنستعملش بزاف انا اللغة العربية بحالكم نتوما. وهذا الاخ هذا ما عرفتي واش نسميوه زميل، استعملوه يونس مجاهد و محمد الخباشي. ملي كان يونس مجاهد النقيب ديال الصحفيين المغاربه، ملي كان محمد الخباشي مدير العام ديال لاماب، باش يهجم على هذا العبد الضعيف. واحد العمليه زعما تخسروا فيها، انا قلت لكم الملايين تخسروا، باش زعما غادي يهرسوا لي السمعه ديالي، ولا غادي يهرسوا لي المصداقيه ديالي. وشنو وقع؟ شنو وقع؟ هما اللي تهرسوا، هما اللي تهرسوا ثلاثة بيهم، ثلاثة بيهم. دابا نتوما واش دابا متبعين معايا؟ يونس مجاهد الرئيس ديال النقابة، محمد الخباشي مدير العام ديال لاماب، سعيد ادى حسن مدير ديال المكتب ديال لاماب في مدريد. ثلاثة الأشخاص هادو ما كان عندي معهم حتى شي حاجه. انا نقول لكم دابا باش تيقول لي شي واحد انت كتعدى على الناس وانت كتبتي، انا ما عندي معهم حتى شي حاجه. علاش يونس مجاهد؟ علاش محمد الخباشي؟ وعلاش سعيد ادى حسن؟ اللي وقع هو في 2004 انا كتبت واحد المقال، كنت في ديك الوقت خدام في جريده الموندو. جريده الموندو هي الثانيه ديك بالأهمية، البايس هي الأولانية وجريدة الموندو هي الثانية، ولكن لو سيت ويب ديال الموندو مهم كاع أكثر من لو سيت ويب ديال البايس. البايس والموندو، أنا كنت في ديك الوقت كنت خدام في الموندو، كانوا عيطوا لي قالوا واش تجي تخدم معانا، وكنت خدام دابا يجي شي وقت عاود نعاودو نعطيو التفاصيل لهذا الشيء. أنا في ديك الوقت كتبت واحد المقال، كتبت واحد المقال هما سماوه بشي، انا ما كنقدرش نسمي انا المقالات، ما عنديش الحق نسمي المقالات، انا نقدر نعطي واحد اقتراح، حق انا ما كنسميش المقال، هما في لا ريداكسيون ديال الموندو هما اللي كيسموا المقالات. هما شنو سموا هذا المقال؟ سموه جيش ديال الواشين، اون اخيرسيتو دي سوبلونيس، جيش ديال الشكامه، نقولوها بالدارجه. وشنو كنقول انا في ديك المقال؟ كنقول بزاف د المغاربه، بزاف د المغاربه ماشي هي الاكثريه، عاود هذا كنقول بزاف بزاف، ماشي هي كلشي، ماشي هي 50%، ماشي هي 40%، ماشي هي 50، ماشي 30، لا كاين واحد الاقليه بحق، واحد الاقليه قويه ديال المغاربه، قلت هادو كيتعاونوا مع المخابرات المغربيه كيوصلوا لهم، كيقول لهم ها اللي وقع، ها اللي ما وقعش، ها اللي كاين، ها اللي كاين، ها اللي كاين. انا كاع في ديك الوقت ملي كتبت ديك المقال، انا كنت كتبته دغيا في 2004، نسيت نعطي واحد المثل، واحد المثل كانت عطاته لي واحد المرحومه صحفيه كبيره ديال لافانغورديا، ايسابيل راموس، مسكينه دابا ماتت، واحد الصحفيه زعما مهنيه من ديك الطرز العاليه. وهاد ايسابيل راموس كانت عاودت لي، ايسابيل راموس لافانغورديا
جريده الواغون هذا كاين في برشلونه. هاد ايسابيل راموس كانت عاودت لي واحد القصه وانا نسيت من نعملها في ديك المقال. قالت لي نهار اللي تاسس في كاتالونيا المجلس الاسلامي في كاتالونيا، المجلس الاسلامي، شي واحد واش في المغرب ولا في كاتالونيا، بحق هذا كيبان ليا في المغرب، قال خصنا هذا المجلس الاسلامي ديال كاتالونيا خصنا نعملو شي اسلامي تما. الاسلامي بداو كيقلبو الحق ما خصوش يكون سلفي. وتخيلوا واحد التبليغي، واحد الفقيه تبليغي هاني ما خصو لا السياسه، ما كيدخل لا السياسه لا والو، بحال محمد الحاجيب اكزاكتو، بحال محمد الحاجيب ما كانش في ديك الوقت ما خصو لا السياسه لا والو، هذا واحد الفقيه تبليغي. قالوا له غتجي غتكون حتى هو رئيس ديال ديك المجلس الاسلامي ديال كاتالونيا. قال لهم لا ما ندخلش. قالوا لا غتكون حتى رئيس. قال لهم انا ما باغيش نكون رئيس، ما باغيش نكون رئيس. مزيان الله يعاودك. هذاك مسكين ديك الفقيه دخل، عرفت واش من طنجة، انا كيبان ليا من طنجة، هو دخل الحدود وما قبطوا عليه، شدوه ديستي ديال الحدود، شداتو داتو لواحد البويت، قالت له اجي انت علاش ما بغيتي تكون رئيس ديال المجلس الاسلامي؟ هذه عودت لي اسابيل راموس، دخلوا قلبوا المقالات اسابيل راموس، ماشي شي صحافية صويحيفية بحال سعيد إدا حسان ولا محمد الخباجي ولا يونس مجاهد، لا هذه صحافية كانت الله يرحمها، كانت صحافية عرفتي النهار اللي ماتت الحقيقة أنا شفت الناس اللي جاو الجنازة ديالها، ماشي شي وأنا نجاو من الخارج، جاو من الدول العربية، نجاو من تونس، جاو من الجزائر، فهمتي، من ليبيا جاو شي ناس من مصر الجنازة ديالها. سابقا راموس عاودتي قالت لي هذاك شدوه دخلوه في واحد البويت تما، ديك البويتات اللي عندهم ديال لا ديستي في ديك لي بوست فرونتيير. قالوا له كيفاش انت كتقول ما باغيش؟ قال لهم انا ما باغيش نعمل سياسة، الكونسي اسلاميك ديال كاتالونيا، المجلس الاسلامي كاتالونيا، هاد سياسة ما باغيش نعمل سياسة، انا تابليغي، انا الصلاة والعبادة وصافي، وكنوصل انا الكلمة ديال الرسول ديال الله، انا ما خصنيش ندخل في هذا الشيء ديال السياسه، هما التبليغين ما خصهمش يدخلوا في السياسه، ما عمرهم دخلوا في السياسه، ما عمرهم تورطوا الحقيقه هي هذه في شي قضيه ارهابيه، ما عمرهم ما كاينش بازان سلكا، ما راه في كون سلكا في العالم كامل ما كاينش. قالوا له شوف السي الفقي غادخل لكاتالونيا دابا، غادخل ما نخليوك دابا تدخل طنجة ولا تسارى مع راسك، ملي غترجع لكاتالونيا غتمشي تشوف هاد الناس هادو ديالنا وغادخلوا عنده وغتقول له صافي انا قبلت. قالوا له شوف اما غتقبل اما من هنا الحبيس طنجة. شوف هذيك الفقيه مسكين ما عنده ما يعمل، ملي دخل مشى عندهم قال لهم واخا عملوني انا رئيس ديال الكونسي اسلاميك. دونك انا هاد المثل هذا ما هضرتش عليه، الحق انا هضرت على شي حاجه اخرى مهمه. شنو كتبت انا؟ قلت انا هاد الناس هاد لي زاجونسيان حنا كنقولو فرنسية، الصحفيين خصك تعملو ديك لي كيمي ديال لاماب، اما هاد المغرب اما في الخارج، ملي كيمشيو لشي اكتيفيتي شي كونفيرونس ولا شي حاجة ولا شي حاجة كيعملو ديما كيعملو جوج الخبيرات، كيعملو المقال الخبر اللي غادي تنشر، اللي غتخرجوا لا ماب، غتخرجوا لي كليون ديالها، وكيعملوا وحده واحد اللي كيسميوه هما مذكرات للاعلام، هي نوت دانفورماسيون مذكره الاعلام اللي ما كيقراها حتى واحد، ماشي حتى واحد، كيقراها المدير العام، كيقراوها المخابرات المغربيه، كيقراوها المسؤولين المغاربه، حق المسؤولين الكبار ماشي هذوك ديال الصغار، لا هذيك الكبار، والقصر الملكي، القصر الملكي المخابرات والمدير العام ديال
ديال هذيك لاماب وديك المسؤولين الكبار ماشي ديك اللوزارا كاملين ديك لي نوت دانفورماسيون ديك المذكره للاعلام شنو فيها هذاك ديال لاماب ملي كيمشي كيمشي ديك لاكتيفيتي كيقول وقع هادي وقع هادي وقع هذا قال هذا قال هذا ولكن في ديك لا نوت دانفورماسيون ديك مذكره الاعلام شنو كيقول عنده واحد الحريه تامه باش يقول شنو شاف وشنو سمع هذا قال وهذا سمع وهذا هذا وهذا شتو كيهضر مع هذا وهذا كيقول على هذا وهذا سمعتو كيعمل هادشي ولا كيوجد هادشي كنظن انا هادشي هذا كيعمل واحد لانوط كيقول فيها عنده اون ليبرتي توتال باش يقول كلشي اللي سمع كلشي دابا مشى كيتكلم مع شي دبلوماسي ولا كيتكلم مع شي مسؤول هذا ما كيخرجش في لا ديبيس ما كيخرجش ديك الخبر اللي كتخرجوا لابا لا لا كيقول قال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي هادي شنو هادي هادي تشكمت هذا ماشي صحفي هذا كيعمل خدمه ديال المخابرات دونك انا تكلمت على ديك لا نوت دانفورماسيون ديك مذكرات للاعلام كتسمى انا نعطيكم واحد المثال ها هو تشوفوه هذاك ايوا شنو وقع هادشي في 2004 كيظهر لي في مارس ناضوا واحد جوج الناس واحد سميتو ادى حسن واحد سميتو منصور المدني دابا توفى هادو قال لك اسيدي حنا غندعيو هاد السيد هذا وكيتساهمنا وهاد لا نوت دافورماسيون ما كايناش مذكره للاعلام قال لك ما كايناش قال لك هاد السيد دعا لي المرابط هذا هاد لما قال لك كتب المندو اخترع هو هاد المذكره الاعلام نوت دافورماسيون سان اكزيست باش نو حنا كنعملو لي ديباج كيخرجوا كيتنشروا كيفاش لا نوت دافورماسيون ما كايناش مذكرة الإعلام ما كاينش وانا عندي كاع ديك لا نوت فيها 5 ديال الصفحات كيقول لك كيفاش غادي تصاوب كيفاش كتقاد شنو خصك تكتب فيها وشنو تعمل فيها كيعطيوه من ديك المؤسسات ديالو باش يعرفوا كيفاش غادي يكتبوا ديك لا نوت دافورماسيون ايوا نض هاد ديك منصور المدني هذاك اللي توفى مسكين هذاك كان غير كيتباع وصافي كيتباع سيئة الدحزة ولكن سخن بزاف او السبع خاصكم تشوفوا هاد اسايد الدحزه في ديك الوقت كان السبع بما كنمشي ها هو مورايا نعطيكم واحد المثال ايوا نهضوا غادي نعملوا غادي ندعيو غادي نزمروا غادي هذاك وهاد المرابط هذا سبنا هذا ويونس مجاهد يونس مجاهد البلاغات بيانات يونس مجاهد الرئيس ديال النقابة الصديق ديال من ديال المدير ديال سعيد إدى حسن هاد المرابط وهذا وكيسبنا وكيسب الناس ديالنا والناس هذا وهذا وانت سي يونس مجاهد انت اش دخلك في هادشي انت اش دخلك في هادشي انا عيطت لسعيد إدى حسن ملي بدا كيهضر مع الصحفيين كيقول لهم انا غندعي هاد السيد هذا وما كلشي هاد العملية باغي يطيحوا ليا السمعة ديالي المصداقية ديالي اللي عندي في اسبانيا عيطلو السي سعيد إدى حسن انا كنعرفك قلت له السي سعيد انا عقل عليها قلت له شوف السي سعيد انا السميه ديالك ما كاينش في المقال قلت له شوف السي سعيد هادو غادي يستعملوك وغادي يسوسوك ما تخرجش راسك انت في هذا الشيء خلي المخزن يواجهني نيشان خلي يجي لي نيشان خلي يطلق لي هذيك البوليس ديالو ولا هذيك الدبلوماسيين ديالو ولا هذيك الشكامه ديالو ولا بلاك انت بعد راسك من هذا الشيء انا قلت له سعيد إدى حسن عيط له في التليفون ملي بدا غندعي المرابط وهذا وسبني والقذف وديك الشيء وهذا هو كاين المقال مشو قلبوا عليه اون اخرسيتو دي سوبلونيس هو كاين سما شوف واش كاين القذف ولا كاين السب ولا كاين بقى ساكت ايوا قال لي انا ما عندي منع انا فهمت هو ما عنده ما يعمل ولكن حتى هو
اغتنم الفرصه، اغتنم الفرصه. كان كيقول لهم بحال علاش كانك كتعاود لكم القصه ديال يونس مجاهد، كان كيقول لهم بغايس كاملين، كيقول لهم انا كيسني يونس مجاهد وكي هذا متفق معايا وهذا يونس مجاهد عصرت في الحبس والى الامام وهذا هادشي كلشي ديك النكته وديك الخرافه. انا كنت غادي نعيط ليونس مجاهد، قلت ما نعيطوش غنعيط له، هادي مؤامره جات من الفوق، شكون غادي يقدر يحبس هاد المؤامره؟ ايوا جا واحد هاد غير قزيقزو هاد ديال زايد اد حسن، ولينا حنا ديك الساعات فين ما كنمشي لشي بلاصه كيجي هاد زايد اد حسن، فين ما كنمشي كيجي كيغوت كيغوت كيسب وكي هذا سعيد اد حسن. انا غير كنشوف، انا كنقول له شوف غتبقى تشوف شو غتبقى تقص 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 شي نهار غطيح وحدي راسك. حنا النهار اللي كننقزو كنشدو حنا الحساب ديالنا، كنقص كتجي كنادي دي كنقز كنبقى نطلع للسما، النهار اللي كننقز كنعرف شنو كنعمل، اما انت ما كتعرف شنو كاين. هو دابا كندوخ له راسو ديك الخباشي، قال له ما عرف غنعطيك المدير ولا شي حاجه ولا هذا، فين ما كنمشي لشي بلاصه كيجي مورايا اي ما كنمشي. ايوا مشينا مشينا سيدي المحكمة، مشينا للمحكمة، دعوني هو منصور المدني وسعيد الدا حسن، مشينا للمحكمة ابتدائية، ابتدائية، وحنا أنا جالس وكيصوني تليفون، شكون؟ دريس البصري، دريس البصري كان صافي كان منفي في باريس، بحق في ديك الوقت كان هو في البرتقيز، معرفتش المدينة، قال لي واش هادشي صحيح هادشي اللي دعيناك شي ناس لا ماب على ديك مذكرة للإعلام لأنو دافورماسيون؟ قلت له يا سي دريس سينا عيني، قال لي أنا دريس البصري هو اللي اخترعت ديك لأنو دافورماسيون، قال لي أنا دريس البصري جو سوي لانفونتور ديال لأنو دافورماسيون، أنا هو اللي اخترعت ديك مذكرة للإعلام. قال لي شوف أوليدي فوقاش عندك المحاكمة؟ قلت له عندي هنا فلان فلاني، قال لي أنا غادي نجي، انا غادي نجي للمحكمه، انا ما علمت المحاميه، ما قلتلاش فهمتي السيد اللي اختار هذيك لا نوت دافورماسيون هو اللي غادي يشهد، غادي يقول لهم انا هادشي انا اللي عملته. انا السيد كان دريس البصري كان وزير الداخليه وكان وزير الاتصال، ويلا عقلتوا عليه كان هو كيعمل ديك الشيء ديال الرقابه، داك الشيء هو اللي اختار هذيك لا نوت دافورماسيون. هادشي اللي قال لي انا، يجي شي مؤرخ يقول لي هادشي، انا ما عرفتش انا الحق، انا اللي كيقول لي دريس البصري اللي كان وزير الداخليه ووزير الاتصال انا هو اللي اخترعت ديك لا نوت انفورماسيون، انا هو اللي عملت امبوزيتا في 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 لا ماب، انا ارتكبت واحد الخطا ما قلتهاش للمحاميه. قلت ما عرف دابا كيقول غيجي غيجي، انا قال لي انا غنجي قول لي فوقاش، قلت له الساعه فلان فلانيه فلان، انا مشيت ما قلت حتى المحاميه قالت لي شوف، قالت لي هاد المحاكمه هادي غادي نربحوا حنا هاد القضيه، حتى اللي قالت لي نعطيك انا ماشي 100% 200%. هاد المحاكمه جا السيد رئيس البصري، انا قلت سمى المحكمه هو جا، وانا قلت له هو، قالت لي علاش ما قلتيها ليش قبل؟ قلت له هو جا، ايوا قالت لي بلاتي حنا غنشوفو مع القضيه، قالت لي غنشوفو واش يقبلوا الشهاده ديالو. دريس البصري جا سما في المحكمه، خصك تشوفو الوجه ديال ادا حسن اللي كان شد واحد المحامي كان مشهور في واحد الوقت، واحد المحامي غالي دابا مات حتى هو، خيسو سانتايا عرفتي، غير كتكلم معاه نص كلمة 3000 الأورو، خيسو سانتايا هذا كان كيعرف العالم ديال المخابرات هذا، هما شوف عرفتي الفيس ديال هاد الناس، شوف هذاك هاد خيسو سانتايا كان كيسني مقالات فين؟ في الموندو اللي خدام فيه أنا. إيوا خصكم تشوفوا الوجه ديال خيسو سانتايا
وديال سعيد الدهزان. هاد المنصور المدني ما عقلتش، باسكو كان فهمتي كان ديسكري، ما كانش كيبان. الحق انا عرفتي بقيت كنشوف واحد المنظر سعيد الدهزان كيفاش ما هيدا درس البصري جا باش يشهد صالح علي المرابط، غادي يقول له انا هو اللي اخترعت لا نوت دافورماسيون في المحكمه في مدريد. وديك خيسو سانتاي عرفتي كيعملها، قال شكون هذا؟ هذا هو درس البصري كيقول لسعيد. وديك سعيد الدهزان هذا خصك تشوفهم والله. عرفتي كان في ديك الوقت وعندنا ديك التليفونات اللي كنت دابا كتسجل، كنت سجلتها عرفتي مقلوبين. دريس البصري اللي كان اليد اليمنى ديال الحسن الثاني جا لواحد المحكمه اسبانيا باش يجهد صالح علي المغربي، يقول لهم انا هو اللي اختار ديك لا فورماسيون، ديك لا فورماسيون كاينه. هو كيقول لك لا هادشي ما كايناش، هو كيقول لك هذا هذا سعيد الدهزان المحامي كيقول لك هادشي ما مو كان هاد لا نوت فورماسيون. ما انا عملت واحد الخطا، هذا الخطا ديال معلمتي المحاميه. غير ملي مشات المحاميه عند القضيه قالت له عندنا واحد الشاهد، واحد لو تيموان كابيتال هو اللي اختار على نوت دافورماسيون. ملي مشات عندها قالت له القضيه، قالت له لا راك خصك تعلموني قبل. هي تقدر تقبل هي ديك الشهاده ديال دريس البصري ديك القضيه، ما بغات. وصلنا قالت لي المحاميه، قالت لي احنا غنخسروا مع هذا السيد هذا، نقول لكم كثر. الوكيل كنسموه حنا المغرب الوكيل ديال وكيل الملك شي حاجه، جا ديك المحاكمه كانت واحد السيده جا المحاكمه ديالي. وشنو قال؟ قرا مقال هيدا هيدا، شد الورقه وبدا كيقرا المقال. قال لهم ما كاينش متابعه هنا، هاد السيده اللي خصكم تعطيوها البراءه ديالو. وما عرفت انا علاش اش كنعملوا حنا هنا هكا هكا. ديك السيده لادجوان ديال البروكيور، انا ما عرفناش كنعملوا حنا هنا على هذا المقال هذا. وفين السميه ديال سعيد الدي حسن؟ فين السميه ديال المنصوري؟ قالت لك حنا اش كنعملوا حنا؟ جات في الصالح ديالي. واخا هادشي القضيه ما بغاتش الشهاده ديال الدرس البصري، كان غيقول لا انا هو فهمتي انا هو اللي اخترعت ديك لا نوت دافورماسيون. حكموا عليا، حكمت عليا ديك القضيه 3000 اورو ديال غرامه. حكمت عليا، قالت لي ما خصكش تعاود تكتب تقول بهذا الشيء ديال لا نوت دافورماسيون، وما تقولش هاد الناس هادو ديال لا ماب عندهم علاقه مع هذا الجهاد. تاليا خصكم تشوفوا الغدا بعدو نهار اللي خرج الحكم ضدي. الفرحه الصحافه المغربيه كامله النقابه، قال لك يونس مجاهد فرحان ومنشط. يونس مجاهد هذاك اللي كان النقيب ديال الصحافي فرحان، قال لك الفرحه يونس مجاهد واحد الفرحه واحد صافي قضينا على هذا المغرب، صافي فضينا، صافي بقات عندهم صافي. حكمنا عليه 3000 الاورو خصو يخلص. انا المحاميه هذه ديال واحد الكابيني ديال داك الشيء الكبار، قالت لي هاد القضيه غادي يربحوها. قلت له دريس البصري، قالت لي لا الفلطه ديالك، وكنتي جبتي لي قبل كنا غنزيروا هاد القضيه ديك الساعات، غتجيب لي دريس البصري غنزيروا. قلت له تصح انا القضيه، وانا ما عرفتش انا واش نتيق انا دريس البصري كيقول لي انا غنجي، انا ما عرفتش انا ما تيقت غيجي. هو جا ديك النهار، عرفتي خصك تشوف الدخله ديالو في المحكمه. ايوا فات الوقت، مشينا لمحكمه النقد اللي ما فيهاش قاضي واحد، فيها ثلاثه، وهذا الشيء كيكونوا سبيسياليست غير ديال الصحافة. ديك ثلاثة القضاة اللي كينسمى في محكمة النقد، كاين واحد لا شومبغ سبيسياليست غير ديال القضية ديال الصحافة وهادشي كلشي. إوا داز ديك الشيء عندهم. إوا شنو وقع؟ عطاوني براءة.
Maja. Kterou má cítit? Kterou má cítit? Sili, li, zezela má, po zezedik. Pes jedik sejt, idde hazadek, pes kýl kalek má, pkář dik sejt. Tvefa, tvefa. Zezetla má, zezet dula albahaj vyja. Kalek hed, lwaca ik li žebne, hed sahafi, heli lmarawat, kat wutsak. El konfirm, bi enna, لا ماب خدامة مع راد جيد. أول قضية مشت المحكمة العليا. المحكمة العليا المحكمة العليا عطتني الحق عاود المحكمة العليا الإسبانية المحكمة العليا الإسبانية عطتني الحق قالت لهم هذا حكم نهائي لا ماب عندها علاقة مع المخابرات المغربية أول مرة في تاريخ المغرب يا السي سيد الدحز واش قلت لك السي يونس مجاهد ديك المؤامرات ديالك بعدا نقول لكم واحد الحاجه ديك الرئيس ديال النقابه في مدريد كتب لي يونس مجاهد كتب له انا عندي لا كوبي وقال له ما هادشي اللي كتعملوا على هاد السيد هادشي وهادشي هادشي بزاف ما عمرو جاوبو يونس مجاهد ما عمرو جاوبو ما بغيتو بلا هاد الزميل ديالك هذا كيكتب لك هذا رئيس ديال النقابة في مدريد هو كاع المسؤول الكبير ديال النقابات في اسبانيا كاملة واش غيجاوب تهرسو كاملين بهم الناس تهرسو كيفاش ميعلقونيش كيفاش ميقتلونيش شو هو دابا هادشي غير واحد غير نبارتي غير واحد شويه احنا غندوزو دابا لحاجه اخرى قبل ما القضيه تمشي لمحكمه النقد ديك القضيه ديال المحاكمه ديال لا نوت دافورماسيون ديال مذكره للاعلام اللي قلتكم اللي كنت قلتكم هاد قزيقزو هاد سعيد ادى حسن في ما كيمشي لشي بلاصه كيتبعني في ما كيمشي لشي بلاصه كيتبعني كيجي باش كيجي كيعمل خدمته انا كيجي خدمته ما نعمل والو كيجي كيغوت كيسب هذا الخباشي ويونس بجهاد كيقول لهم تبعوه فين ما مشى تبعوه غوندي لوي لا في امبوسيبل ما تخليهوش كاع يتنفس فهمتي البلاصه اللي كنمشينا كيما كان سعيد الدي حسن كاع كان كيشوف راسو وزير ولا هذا المربط هذا ما نخليهش اسيدي بقات قزقز بوحدك بقات قزقز واحد النهار بحال اللي قلتكم ده 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 هو طاح بوحدو انا كنت واحد النهار في عرضتني جامعه الميريه في اندلسيا باش نعطي واحد لا كونفرنس وبعدا ملي وصلت الميريه قبل ما نعطي ديك لا كونفرنس ديالي شنو لقيت في الميريه حسيت كنعرفو حسيت كان مترجم عندي وحسيت كيقول راسو هو كاتب لقيتو في الميريا ما انا ما فهمتش باش جاي دوز عطله واش جا من المغرب غير باش يشوف لا كونفيرونس ديالي واش شكل هذا السيد هذا الاستاذ كيقول هو استاذ جامعي ما عرفتش استاذ جامعي حسيت سميتو العربي الحارثي انتم ما تعرفوا الناس الشمال ولا الناس اللي ديك لي زيسبانوفون يعرفوه هاد السيد هذا كان كيترجم ليا المقالات في دوما كانت عندي علاقه معاه طيبه هاد السيد هذا واحد من ازايلا اش كتعمل انا السي قال لي هادشي اللي كتقول انت ما كتقول ما زيد عندو هاد السيد لا لا هادشي ماشي صحافه هادشي سياسه من هاد الحارثي هذا شكون اللي خلص له بهذا البيب هاد العربي الحارثي باش يجي من الرباط هو كان ساكن الرباط وكان كيخدم
فديك كي تهلي في انستيتوتو سيرفانتيز الدار البيضاء كانوا سبانيو دو باولوس ماشي خدمه هكذا، حسيت بحاجه باش يأذيني باش يجبدني، جا من المغرب باش يجبدني في المريا. ما فهمتش انا فوقاش فهمت لا العربي الحارتي حتى هو مع هذيك المعمعه. هي في 2015 عاد فهمت شنو وقع في ألميريا في 2007. شوف دابا هادي 7 سنين فاتوا 8 سنين عاد فهمت انا علاش العربي الحارتي جا في 2007 الألميريا باش كيجبدني. انا ما عندي معاه، قلت لكم انا عندي معاه غير الخير. 2015 ملي كان الملك باغي يحيد لي ديك البطاقه التعريف والجواز السفر وما عرفتو ديال القضيه ديال شهاده السكن، انا غادي نجي نعاودها فواحد الفيديو مقبل. هاد العربي الحارتي سنا ضدي انا اللي ما عندي معاه حتى شي علاقه، ما عاودت كاع شفتو كاع من ديك 2007 ما عاودت كاع شفتو. اللي كان جا باش يأذيني في ألميريا في 2007 وما جاوبتوش، انا بقيت مأدب حتى الناس كيقولوا لي لا كاين ديما دي بروفوكاتور ما تجاوبش. في 2015 هذا العربي الحارتي كتب عليا واحد المقال فين؟ في 360. قلت له ما كتعرفو 360 ديك الموقع الصفار هذاك ديال اللي هو ديال ديك سميتو ديك الكاتب ديال الملك. لا هو قال لك بالسميه ديال الداكي، واحد السيد كيسبع عباد الله كاع كيسبع عباد الله، مشى قال واحد النهار لواحد السيد قال له ندير مك ولا شي حاجه هكا في التلفازه. هذا الداكي الداكي هذا الاخ هذا كيقول كلام. هذا الاخ سميتو رشيد البلغيتي. رشيد البلغيتي ما كنت غتعرف امك وخالتك. لا دعنا نلتزم يعني بادب الحوار سيد عزيزي. أنا أحتاج من العار ومن العيب أن نسمع من مدير مهرجان يتحدث عن الثقافة وعن إنتاج القيم سبا وقذفا على المباشر. هو ديك 360 ماشي ديال الداكي، الداكي مسكين ما عنده والو، هذاك سيت تصوره وصافي. 360 ديال محمد منير المجيدي الكاتب ديال محمد السادس. هاد العربي الحارتي كتب واحد المقال في 360 كيسبني، كيقول لي هكا كاتبها نمشيو نقلبو تلقاها، كيقول لي ما كنبغيكش اسيدي انت، ما بقيتي كنبغيك ما كنبغيكش انت، فوقاش كنتي كتبغيني؟ وانا كندافع على راسي باش الدوله المغربيه ترجع لي البطاقه ديال التعريف وتعطيني جواز السفر ديالي، وانت السي العربي الحارتي اللي جيتي سبيتيني في 2007 دابا كتكتب عليا كتقول لي انا في 2015 8 سنين موراتي ما عمري كاع شفتك. انا من 2007 كنتي كتقول لي ما انا ما بغيتكش، هذا عين المغرب ما كنبغيهش ما كنحبوش، واش من علاقه؟ وعلاش ما كتبغيش علي المغرب؟ علاش علي المغرب مسا كيدافع على راسو بغض الامم المتحده في جنيف باش الدولة المغربية الديكتاتورية المغربية ترجع له جواز السفر وتعطيه البطاقة التعريف الوطنية ديالو. واش صح لينا السي العربي الحارتي؟ وشكون بعد هذا العربي الحارتي هذا؟ هذا العربي الحارتي قال لك هو بعدا كاتب، بعدا كاتب فاشل. شوفوا قلبوا الكتوبة ديالو، قلبوا شوفوا الكتوبة ديالو، شوفوا قلبوا فيهم شوفوا. وهذا العربي الحارتي وانا كنت جاوبته، انا ما كنت جاوبته في 2007 بحق جاوبته في 2015. هذا العربي الحارتي ملي كتكون شي ريسيبسيون في السفاره ديال اسبانيا في الرباط وما كيكونش عندهم الخدامه كيعيطوا له كيغسل القشوع، القشوع حنا كنقولوا القشاع، كيغسل ديك وكيسربي. هذا مسح الكبة ديال السفارة اسبانيا في الرباط. انا بعدا ملي كنهضر بالاسبانيولي عندي ديك اللهجة ديال تطوان، ما نقدرش تحيد هذيك اللهجة ديال تطوان، كتهجم لك على الاسبانية وكتهجم لك على الفرنسية وكتهجم لك على العربية وكتهجم لك حتى الدارجة. انتوما حسيتوا بالحق هذا بالحق في الكتابة
اسمح لي انا هاد السيد كيقول لك هو استاذ جامعي، اسمح لي انا الاسبانيه ديالي احسن ما ديالو. دونك ملي كنت انا في الميريا جا هاد العربي الحارتي هجم عليا، واخا انا ما فهمتش شكون اللي خلص هاد البيه ديال العربي الحارتي باش يجي من المغرب يجي الميريا، ما كاين مشكل. انا شكون اللي لقيت تما في الميريا؟ شكون اللي جا من مدريد؟ شكون اللي عمل 600 كيلومتر من مدريد الألميرية شي 500 ولا 550 كيلومتر؟ شكون اللي جا ضرب 550 كيلومتر؟ سعيد الدحس مدير ديال مكتب الأمر في مدريد. أنا قلت جا باش يعمل خدمته، ضرب 550 كيلومتر باش يجي يتبع واحد لا كونفيرونس ديال عالي المرابط في الجامعه الالميريه. وحنا بدينا تاكي هو السيد وحده كينقز كيغوت 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 كيغوت، هو مسجل واش ما عرفش هو مسجل ولا ما عرفش، ما فهمتش. هما هاد الناس هادو كيبقاو يقزقزوا بوحدهم، كيبقاو يغوتوا 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 حتى كيجيبوها في راسهم. وطلق واحد الكلمة وعاودها وطلقها، قال لك أنا عالي المرابط كتبت شي مقال كنقول فيه المغاربة كاملين إسبانيا إرهابيين. أنا عالي المرابط كتبت مقال كنقول فيه المغاربة إسبانيا كاملين إرهابيين، وقالها وعاودها وقالها وعاودها. أنا عندي واحد السياسة كيعرفوها الإخوان ولا سمال، أنا ما كنبغيش ندعي الصحفيين، كنبغيش ندعي الصحفيين. ولا ما هجموش على العائلة ديالي، ما كن ولا هجمو غير عليا أنا، ما كنديش بالحق. هما خصهم يقبلوا عاود، هما دابا الناس اللي كينتقدوني خصهم يقبلوا عاود ننتقدو معانا، وأنا كنتقد النظام. ماشي غندعي الناس اللي غادي ينتقدوني غادي ندعيهم، ولكن هاد إد حسن عيق كنمشي لشي بلاصة فيما كان كيتبعني هاد الأخ هذا فيما كان فيما كان. وهاد المرة جا شد الميكرو وبدا كيغوت بدا كيغوت بدا كيغوت كيغوت كيغوت. أنا عندي مسجل عندي مسجل. إوا جا عندي الرئيس ديال الجامعة قال لي إما غدعيه أنت ولا غندعيوها حنايا. شنو غنخلي أنا الرئيس ديال الجامعة يدعي وديك الساعات غنولي بحال أنا خفت ولا شنو؟ قلت غندعيه. عيط لديك الرئيس ديال النقابة الصحفيين قلت له اللي وقع اللي وقع اللي وقع، قال لي لا لا، قال لي خصك تدعيه هادشي مخصوص. قال لي كيفاش أنت قلتي المغاربة كاملين ديال اسبانيا ارهابيين؟ قلت له انا ما قلت، ولا هاد السيد قال انا كتبتها. ايوا يجيب الحجه، هو قال انا كتبتها في شي مقال. ايوا دعيته وطلبت منه يجيب ديك المقال ولا يجيب شي تسجيل صوتي ولا ديال التلفازه اللي انا قلت المغاربه كاملين اسبانيا ولا غير شي ثلاثه ولا اربعه المغاربه ارهابيين. سيدي مشات القضيه للمحكمه في الميريا، عاودوا عيط لديك خيسو السنطريه. هذاك انا قلت لكم غير كيهضر غير كلمه كتكلم معاه كان 3000 اورو. ايوا الدوسي مشى للمحكمه، الدوسي مشى للمحكمه. ايوا شنو وقع؟ ايوا لاول مره في تاريخ المغرب هاد العبد الضعيف حكمت على لاماب، ماشي على إد حسن، على إد حسن وعلى لاماب. علاش على إد حسن لاماب؟ ملي كان كيغوت هاد السيد هذا هاد المدير ديال المكتب لاماب في مدريد، قال له ما انا جيت هنا باسم لاماب، انا هو المدير ديال مكتب لاماب في مدريد. وشحال حكمت عليهم المحكمه؟ 12 مليون، 12 مليون، لا
كثار هي من 13 مليون 12000 اورو هي غتجي نقولوا حتى 13 مليون لا ماب والإدة حسن وما يقدرش يخلص إدة حسن كتخلص لا ماب ما قدرش تخلص لا ماب كيخلص إدة حسن 13 مليون 12000 اورو وشنو وقع في 2009 في يناير 2009 ملي كان الملك جاي على 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 محمد الخباشي من مديرية لاماب فات واحد 5 شهور وهم جاو على على إدة حسن جاو عليه جاو عليه علاش انا ما اظن كان كيكتب لهم بيروت او ما كيكتب البيروت العالي بوزرده هذاك اللي كان في رويترز في ديك وكاله الانباء رويترز الانجليزيه كيكتب له كيقول له انا حاصل هنا وانا خصني الفلوس والمره بدعيني وخسرت هذه المحاكمه وخسرت هذه وعملت هذه وبقى هذه وهذا 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 دابا هو مشى للسيد اللي كان كيدافع عليه ديك محمد الخباشي ودابا خصكم تفهموا واحد القضيه محمد الخباشي محسوب على محمد ياسين المنصوري ديال لاجيد وعلي بوزرده محسوب على فؤاد علي الهمه ايوا انا ما اظن ام اللي جهد علي بوزرده قال لك هذه الحرب ديال المنصوري احنا ما خصناش ندخلوا فيها هذه الحرب ديال علي المرابط احنا خصنا الحكم الاول احنا خصنا الحكم الثاني ايوا ما غاديش نزيدوا هكا ساسو وكتب له واحد كتب له واحد رساله قال له غتدخل بحالك للمغرب للمغرب قال له غنديوك لطنجه غدي لا ماب لطنجه السيد كنت انت مدير المكتب لا ماب في مدريد غيديوك دابا غتمشي تخدم كغير صحفي عادي اجونسي في طنجه سي سعيد إدة حسن هذا علي بوزرده ايوا السيد ما صافي حلتو حاله صافي انا كيدير لي في ديك الوقت ديك الوقت هو خمم وتذكر ديال ديك الشيء اللي قلت له انا قلت له شوف السي سعيد إدة حسن غادي يستعملك ضدي وغادي يسوسك وغادي يلوحك هادشي اللي وقع لحو خصكم تشوف واحد الكومونيكي اللي عمل واحد الكومونيكي كيسب فيه علي بوزرده واشتي وانا مغرق ايوا انت تبعتي محمد الخباشي تبعتيه تقتي فيه سحب لك غادي يعطيك مدير العام ديال لاماب ايوا خسرتي جا مدير اخر قال لك اسيدي انا مشيش معكم انا في هاد المحاكمات ايوا انا كنت ديك الساعه تغلبت لاماب وسعيد إدة حسن سلختهم حكمت عليهم ب 12000 ديال الاورو وشنو وقع اسمعني مزيان السي سعيد إدة حسن وشنو وقع النهار اللي مشات القضية في محكمة النقد عقلتي شنو وقع ولا ما عقلتيش شنو وقع أنا شتك ما هضرتيش على هادشي ما عمرك تكلمتي على هاد القضية النهار اللي مشات القضية في محكمة النقد أنا كنت غادي المحامي مخلص المحامي النهار اللي النهار اللي كيربح المحكمة الابتدائية يقول لك سبق لي ديال محكمة النقد أنا سبقت له عطيته فلوس وقال لي غادي يربحو ديك 12 مليون قال لي ما نعرف يحيدو لك شي مليون ولا حق لي ما غاديش يتهود مع 10000 ديال الأورو لا ماب وسعيد إدة حسن خصهم يخلصوا ديك 10000 الأورو محكمة قلت لك هاد الناس هاد لاماب وهاد السيد إدة حسن تسبوا هاد السيد تسبوا هاد الصحافي علي المرض ايوا شنو وقع اللي وقع الاخوان
هو واحد السيد ما كنت تبغي نعطي اسم ديالو، عيط ليا، عيط ليا على جوج الحوايج، واحد الحاجه دابا نعاودها شي نهار، عيط ليا على حاجه اخرى. قال لي شوف علي، دابا المحكمه الاولى اللي عملوا لك منصور المدني وسعيد الدحاسات هذيك هي المهمه، بغلبتيهم، تغشتيهم، دكدكتيهم، اصلختيهم، اصلختي باش غير يد حسن، اصلختي النقابه ديال الوطنيه للصحافه المغربيه اللي كندعمات سعيد يد حسن، اصلختي لاتجيد، لاتجيد هي اللي كتحكم في لاماب، اصلختي لاماب. هذا واحد السيد، هذا واحد الاخ قال لي سعيد يد حسن، انا ما كنعرفوش، هو ما كيعرفوش، ما قال لي حالته حاله، قال لي ملاح في الارض، مسيب، ميت. قال لي علي انا كنطلب منك حاجه وحده، بون كنطلب مني واحد الكتوبه، عطيتهم له، قال لي انا كنطلب منك الله يخليك تنازل. قلت له انا ما قدرتش نتنازل، هذا البوق هذا ديال النقابه، البوق ديال لاماب، البوق ديال المخابرات، سميتو سعيد ادى حسن، بزاف هادشي هذا. بغيت ينتقدني كتب عليا وتتابعني في كل شيء، كيفاش؟ وشنو؟ واش انا غنخلي هاد السيد هذا نمشي دابا نعطي واحد لاكونفيرونس يجي يسمعني؟ انا ما نقدرش نتنازل. قال لي انا كنطلب منك صافي، هاد الملف طويه. قلت له انا ما غاديش نتنازل. قال لي انا عاود لي المره الثالثه، هذا واحد السيد انا نقول لكم الاسم ديالو، عاود المره الثالثه قال لي علي صلختي لا ماب، تو لا فانكو، قال لي بالفرنساوية، قال لي تو فانكو لا ماب جوج المرات، دو باتاي، قال لي دكدكتيهم كاع الحرب، غلبتيهم، انا كنطلب منك تنزل، ولكن شرط، على شرط، ما خصكش تندم على هاد التنازل ديالك. قلت له انا ما غاديش نتنازل، اللي غنعمل السي فاضل العراقي، فاضل العراقي هو، انا غادي نقول للمحامي ما يمشيش للمحكمه، ما يحطش حتى شي ملف في المحكمه، يمشي بحاله صافي. قال لي لا والتنازل، قلت له لا لا، النهار اللي حنا ما غاديش نمشيو للمحكمه ديال النقد غادي يعطيو له هو البراءه، حق انا ما نتنازلش. عيط المحامي، هو باقي كاع مقلق معايا، خافيير، قلت له غادي صافي، ما قال لي واش غنتنازلو وشنو، قلت له لا ما غنتنازلش، ما غتمشيش، ما غتقدمش انت ديك باش هما عملوا ديك لابيل ملي خسروا، قلت له حنا ما نعملوش لابيل صافي. اجا شي وقت قال لي شوف، قال لي هاد الحكم هذا في يدنا، في الجيب ديالنا. قلت له انا ما غاديش نعاود لك شنو وقع لي مع واحد السيد عيط ليا، ولكن انا كنطلب منك ما تكتبش للمحكمات النقد صافي. حنا قلت له غنعملوا هيدا، قلت له غادي نعملوا ان روتري صافي، ما غاديش نكتبوا كنتنازلوا حق غادي نمشيو بحالنا صافي، انا ما خصنيش نتنازل حق، ما غنمشيوش للمحكمه، ولا ما كتمشيش للمحكمه كاتهم براءة. هادشي اللي وقع، هادشي اللي وقع سي سعيد ادى حسن، ولا لا؟ واش انا هادشي اللي كنقول كذوب ولا هادشي صحيح؟ انت كنتي في الارض ملاح، وليتي كلينكس، داكشي اللي قلت لك انا، قلت لك غتولي كلينكس، وليتي كلينكس، خسرتي، ماشي خسرتي في محاكمه واحده، خسرتي في جوج المحاكمات، وكون كنتي غتخلص 6000 اورو، انت ولا ما بغات تخلص 6000 اورو، وانا باش تنزلت، انا طلبوا ليا فاضل العراقي المرحوم، فاضل العراقي عيط لي على جوج الحوايج، على واحد الكتوبه، واحد الكتوبه ديال واحد الباكار، دابا نعاود القصه ديالو مشي نهار،
ديك الجوج ديال لي فولين توكا وعيط لي على هذه القضيه. انا ما انا كنعرف فاضل ما كيعرفش الاد حسان وما كيعرفش لاماب. يعني كيبان لي فاضل كان عنده شي علاقه مع شي ناس، ولكن طلبوا مني فاضل الله يجازي باك الحق. هذا كان عقل فاضل كيقول لي شوف ما خصكش تندم على هذا الشيء هذا، باش منين يفوت 4 سنين 5 سنين 6 سنين تقول لي واش تي انا ندمتيني. قلت له والله ما عمري نتكلم معك على هذه القضيه، صافي بوا فينال فينال بالحق بالحق. ديك الجوج المحاكمات وحده بعدا ديفينيتيف، لا ما بجوج بهم دابا ديفينيتيف الحق. الجوج المعارك اللي وقعوا لي مع الماب ومع النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه اللي كانت كتساند هاد سعيد اد حسن، ومع لا جيد اللي كتحكم في الماب، انتصرت عليهم. هادي واحد زعما شنقول لك، هادي واحد الدقه بحال كتجيب شي عكاز وكتعطيك شي واحد لغاص باش ماشي غير سعيد اد حسن. سعيد اد حسن يونس مجاهد ومحمد الخباسي كتمزقوهم مزقتهم طيحتهم في الارض. عرفتي شحال يونس مجاهد خرج عليا ديال البيانات، وخرجت انا واحد الكومونيكي كنطلب من يونس مجاهد كنقول له لا ودابا خصك تطلب لي السماحه، لا خصك دابا تطلب لي السماحه. انا انتصرت عليكم جوج المرات في جوج المحاكمات. واش تيلي انا بديت كنتكلم ملي بديت كنتكلم على القضيه قلت لكم يونس مجاهد اللي كان رئيس ديال النقابه، محمد الخباشي اللي كان المدير العام ديال لامر، وهذا سعيد اد حسن. واش تي القوه هذه؟ وانا نفوق منهم كاملين لا تجد وفوقاش غادي نكتشف انا القضيه لا تجد. 2014 ملي خرجوا ديك وثائق السريه ديال كايس كوليمان